التقى صباح اليوم وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كزبي فهيمي دبي بمجموعة شركة الاتصالات سوتيل تشاد. اللقاء الذي تم بحضور عدد كبير من المسؤولين ناقش فيه وزير الدولة مع مسؤولي قطاع الاتصالات بالشركة العديد من المواضيع تتعلق بالصعوبات والمشاكل التي واجهت شركة الاتصالات في الأعوام الماضية والمتمثلة في المالية والاقتصاد، مما اضطرت الشركة بتوقيف عدد كبير من عمالها من العمل. وفي عام 2019 الماضية قامت شركة سوتيل تشاد بخطط ومشاريع جديدة ساهمت في تحسين العمل والدخل للشركة، حتى قامت بدفع جميع الحقوق المالية للمطرودين عن العمل. كما طرحت مجموعة سوتيل لوزير الدولة الوزير الأمين العام كازبي باهيمي ديبي خطتها الجديدة من أجل النهوض بالشركة إلى الأفضل، وهي متمثلة في الآتي: أن تكون شركة قطاع خاص غير تابع للحكومة. وعلى حسب وزير البريد والاقتصاد، قدم دعوة طالبا فيه رجال الأعمال التشاديين والشركات الوطنية والدولية الخاصة التي تريد الشراكة مع مجموعة سوتيل تشاد والاستثمار بها. إن الشركة على استعداد تام من أجل العمل سويا. ونذكر بأن اللقاء كان بحضور وزير البريد والاقتصاد الرقمي دكتور إدريس صالح بشر، ووزير التنمية الصناعية التجارة وترقية القطاع الخاص السيد اللامين مصطفى، ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني، وعدد من المدراء والفنيين بوزارة البريد والاتصال الرقمي.